الرئيس السيسي يوجه بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري في إطار شامل. أعلن عن بدء تدشين الحملة القومية للكوفيد-19. وزيرة الصحة تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد كورونا والبدء بالأطقم الطبية في مستشفيات العالم. عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز عتبة 25 مليون شخص. تمام الثامنة، هذا مؤشر ساعة القاهرة السادسة بتوقيت غرينتش. هذه قراءة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة النيل، أهلا بحضراتكم. وجه رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري في إطار شامل ومتكامل التفاصيل وبالتناغم مع كافة الأجهزة الحكومية. وفي سياق متصل وجه الرئيس في اجتماع آخر بتطوير البنية الأساسية الكهربائية في قرى الريف المصري وتوابعها على أعلى مستوى. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المخطط التنفيذي لتطوير 1500 قرية وتوابعها كمرحلة أولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري. وقد وجه السيد الرئيس بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري في إطار شامل ومتكامل التفاصيل وبالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك لتحقيق جدارة الأداء وسرعة الإنجاز وحوكمة جميع أركان المشروع بهدف التغيير الجذري لحال وواقع قرى الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع من كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية. وقد شهد الاجتماع استعراض تفاصيل الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى للمشروع برفع كفاءة 1500 قرية موزعة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال النهوض بجميع مكونات البنية الأساسية من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحي وتبطين للترع ورصف الطرق وغيرها، إلى جانب المحور الخدمي الذي سيشمل الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية، مع توضيح دور ومسؤولية كافة الأجهزة الحكومية المعنية المشتركة في تنفيذ هذا المشروع والإطار الزمني التنفيذي المحدد. وقد أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض التطورات الخاصة برفع كفاءة شبكات الري ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعي على مستوى الجمهورية، لتعزيز الجهود الحالية للدولة للتوسع في استصلاح الأراضي الزراعية خاصة بمصر في بحر البقر، إلى جانب الاستفادة من مياه المصارف الرئيسية في السويس لاستزراع أراض جديدة شرق وغرب قناة السويس. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. تناول الاجتماع متابعة مخطط تطوير البنية الأساسية للكهرباء في إطار المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتطوير البنية الأساسية الكهربائية في قرى الريف المصري وتوابعها على أعلى مستوى، نظراً لأهمية مكون خدمة الكهرباء في عملية التطوير المنشودة وارتباطها بالارتقاء بالخدمات المختلفة، مع الاعتماد على الصناعات الوطنية عالية الجودة لتحقيق التحديث الشامل. كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات عدد من مشروعات قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بما فيها
مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك بالشراكة مع الخبرات الأجنبية المتخصصة وكذلك من القطاع الخاص، فضلاً عن الجهود القائمة لتحديث وتطوير شبكة الكهرباء الوطنية بكافة مكونات بنيتها الأساسية، بما في ذلك تحويل خطوط الضغط العالي الكهربائية إلى خطوط أرضية في عدة مناطق على مستوى الجمهورية، بما يضمن نقل الطاقة الكهربائية على نحو آمن وبأقل قدر من الفاقد وأعلى درجة من الجودة. اتصالا ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم. دكتور صلاح، بعد تحياتي، ما الجديد في هذا المشروع، مشروع تطوير قرى الريف المصري؟ مساء الخير يا فندم، ومساء الخير على المشاهدين. طبعا الخطاب السيد الرئيس اليوم في اجتماعاته كان بيتعلق بقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة. هذه المبادرة التي بدأت في يناير 2019 وانتهينا من المرحلة الأولى بتكلفة حوالي 103 مليار جنيه، واستهدفت حوالي 143 قرية مصرية، تم تأهيلها بالكامل في 13 محافظة، كان منها 11 محافظة على مستوى الصعيد، واستفاد نسبة القرى المستفيدة كان حوالي 80% في المرحلة الأولى من قرى الصعيد الأكثر فقرا. في شهر ديسمبر الماضي أطلق السيد الرئيس المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتكلفة 500 مليار جنيه، وطالب بتضاعف أعداد القرى المستهدفة التي كانت في مستهدفة بها حسب الخطة الزمنية 232 قرية مصرية، طالب الرئيس بمضاعفة هذه القرى لتصل إلى 1381 قرية مصرية على مستوى 50 مركز على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية. هي القرى الأكثر فقرا، النسبة كبيرة جدا منها في محافظات الصعيد، حوالي 60% من هذه القرى على وجه التحديد في الصعيد. متوقع أن يصل عدد المستفيدين من هذه المرحلة 2.8 مليون مواطن مصري يستفيدوا من هذه المبادرة. هذه المبادرة بتنقسم إلى مجموعتين من حيث الجهات المسؤولة عن التنفيذ. المجموعة الأولى هي مجموعة البنية التحتية وتترأسها وزارة التنمية المحلية. المجموعة الثانية هي مجموعة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وترأسها وزارة التضامن الاجتماعي، بتتضمن تأهيل وتمهيد الطرق داخل هذه القرى والنجوع والعزب، تتضمن أيضا تأهيل المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية الموجودة، إعادة تأهيل المنازل، توفير خدمات بنية تحتية يعني أو ترفيق هذه المساكن من سواء أسقف أو طلاء حوائط أو خدمات البنية التحتية زي الصرف الصحي، مياه الشرب النقية، صرف الصحي، الغذاء النظيف، الغاز الطبيعي إلى غير ذلك من هذه الخدمات، بالإضافة إلى مشروعات متناهية الصغر وخدمات صحية ودعم نقدي مشروط وغير مشروط للأسر المستهدفة. كما قلت استفاد من المرحلة الأولى 50,000 نسمة، ومستهدف على مدار 5 سنين في نهاية الخطة أو نهاية المبادرة اللي هي 23-24 هيكون وصل عدد المستفيدين من هذه المبادرة 2.8 مليون أسرة مصرية. أشكرك شكرا جزيلا من القاهرة عبر الهاتف الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، شكرا لك إذ كنت معنا عبر الهاتف. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 22 لعام 2021 بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 من يناير، وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر في من يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار. أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أن رجال الشرطة الذين كانوا يناضلون في ملحمة الإسماعيلية الخالدة من أجل سيادة الوطن ورفعته سوف يمضون بعون الله ودون تردد خلف قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الوطنية المخلصة ليحفظوا للوطن أمنه واستقراره. جاء ذلك خلال كلمة الشكر والتقدير التي سجلها وزير الداخلية اليوم بالقصر الجمهوري بعابدين وبرفقته أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة المصرية.
بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لعيد الشرطة المصرية والتي توافق 25 من يناير. أكد وزير الدفاع اعتزاز القوات المسلحة بالدور الوطني العظيم الذي يطلع به رجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل الصدق والإخلاص والتفاني، وتذكرهم بكل الفخر والاعتزاز بتضحيات وبطولات ذلك الجيل من رجال الشرطة الذي جسد عظمة شعب مصر العظيم بكفاحه ونضاله في سبيل الحرية والكرامة. أعرب رئيس مجلس النواب الدكتور المستشار حنفي جبالي عن خالص تهنئته للشعب المصري بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة وذكرى ثورة 25 من يناير. جبالي قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب إنه في يوم 25 من يناير من كل عام تحتفل مصر بأبنائها من جنود وضباط الشرطة الذين يبذلون كل غال ونفيس في سبيل الدفاع عن أمن كل مواطن وفي مكافحة الإرهاب والتطرف. كما قدم رئيس مجلس النواب تحية إعزاز وتقدير لذكرى ثورة 25 من يناير. ومن جانبه اتصالا هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية قيادة وضباطا وأفرادا وجموع الشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 من يناير. وتقدم الشيخ الطيب بخالص التهنئة والتحية والتقدير والإعزاز لشهداء أبطال الشرطة مشيدا بالدور الذي يقومون به في حماية المواطنين وفي بسط الأمن ونشر الاستقرار. وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على إحالة بيان وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي إلى اللجان النوعية المتخصصة بالمجلس كل في اختصاصه لمناقشته ومتابعة ما تم تنفيذه. كان وزير الري قد أكد أمام الجلسة أن الدولة تقوم باستخدام التقنيات الحديثة في إدارة مياه نهر النيل وإعادة تأهيل الترع والاستغلال الأمثل للخزانات الجوفية والأمطار والسيول فضلا عن تطوير منظومة الري وتحديثها. استكمالا لما بدأه مجلس النواب خلال جلساته العامة لدوره الرقابية، استمع البرلمان إلى بيان وزارتي الزراعة والموارد المائية والري. وخلال إلقاء بيانه استعرض وزير الموارد المائية والري دكتور محمد عبد العاطي برنامج وزارته في مواجهة التحديات المائية وخطة ترشيد نظم الري وصيانة وتطهير عدد من الترع ومخرات السيول. وأوضح عبد العاطي أن الوزارة أعدت خطة للخمس سنوات المقبلة تقدر ب 250 مليار جنيه للتوسع في مشروعات المياه واستكمال مشروع تأهيل الترع والانتهاء من مبادرة إنقاذ نهر النيل، بعدما حققت المبادرة إزالة أكثر من 250 ألف مخالفة على النهر. وحول التعاون الثنائي مع دول القارة الإفريقية وحوض النيل، أكد عبد العاطي أن مشروعات الموارد المائية التي نفذتها القاهرة خلال السنوات الماضية شملت إنشاء العديد من السدود ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها. وزير الري خلال الجلسة العامة طالب النواب بسرعة الانتهاء من قانون الري والموارد المائية، مؤكدا أنه متعلق بالكثير من المطالبات التي ألح عليها النواب خلال الجلسة، ثم أغلق باب المناقشة وإحالة البيان إلى اللجنة المختصة لتستكمل الجلسة العامة الاستماع لوزير الزراعة السيد القصير الذي استعرض بيان الوزارة، حيث أكد أن نسبة القطاع الزراعي تساهم في الناتج الإجمالي بأكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة. وفي مجال تحقيق الأمن الغذائي أكد القصير أنه تم التعامل مع هذا الملف من خلال محورين: الأول هو التوسع الأفقي باستهداف زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية، حيث تم إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضي في مساحة 456 ألف فدان لمشروع تنمية الشمال ووسط سيناء. وزير الزراعة لفت إلى أن الوزارة تعمل على حماية الأمن القومي والتنمية الاقتصادية ودعم منظومة التحول الرقمية والنهوض بمستويات التشغيل في إطار خطة استراتيجية واضحة لهذا الهدف. بعد ذلك تم فتح باب المناقشة للنواب ثم إحالة بيان الوزارة إلى اللجنة المختصة. مناقشة موسعة صاحبت الجلسة العامة اليوم بعد إلقاء بياني وزارتي الزراعة والموارد المائية والري
واستعراض التحديات الحالية في أكثر من ملف، وتم إحالة البيانين إلى اللجان المختصة لدراسة برنامج الوزارتين. من مجلس النواب، رمضان المطعني، النيل. أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد عن بدء الحملة القومية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح سينوفارم الصيني. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية. أعلن عن بدء تدشين الحملة القومية للكوفيد 19 من مستشفى أبو خليفة، وبداية الحملة القومية زي ما احنا قلنا في الأول الأطقم الطبية اللي في خط الدفاع الأول. يشرفني ان انا اكون مع زملائي الدكتور عبد المنعم واحمد الممرض، اول طبيب واول ممرض في جمهورية مصر العربية تلقوا هذا اللقاح. واشارت وزيرة الصحة والسكان الى البدء بالاطقم الطبية في مستشفيات العزل، ثم باقي الاطقم الطبية، يليهم كبار السن واصحاب الامراض المزمنة، ثم باقي الشعب المصري. واضافت انه بدءا من الغد سوف تتلقى كل المستشفيات الحكومية اللقاح المضاد لهذا الفيروس. هي أول حاجة الخط الدفاع الأول من الأطقم الطبية. احنا طبعا عارفين ان كل الأطقم الطبية بتقابل المرضى، لكن في أطقم طبية بتقابل مرضى الكورونا، فدول لهم أولوية سواء كانوا عاملين في وزارة الصحة المصرية أو أي هيئات أو مستشفيات حكومية أو مستشفيات القوات المسلحة أو مستشفيات الشرطة. كلهم يعني لهم حق ان هم يتلقوا في نفس الوقت هذا اللقاح، وده اللي احنا عملناه. وإن شاء الله ابتداء من الغد كل مستشفيات مصر الحكومية واللي تابعة للقوات المسلحة والشرطة المصرية هتبدأ تاخد هذه اللقاحات. الأولوية الثانية هي الأطقم الطبية اللي بتواجه المرضى العاديين، مش مرضى الكوفيد 19، يليهم كبار السن والأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية، والفئة الرابعة هي الناس المواطنين من أول سن 45 سنة من أصحاب الأمراض المزمنة، والأولوية الخامسة باقي جميع الشعب. وأضافت وزيرة الصحة والسكان أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التي أثبتت فعاليتها. وأشارت الوزيرة إلى أن الدراسة أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%. طبعا فعالية هذا اللقاح اللي هي لقاح سينوفارم هو لقاح معطل. يعني إيه معطل؟ يعني هو فيروس الكورونا الحقيقي ولكنه تم تعطيله، والتجارب الإكلينيكية أثبتت الفعالية تصل ل 89% في إنتاج الأجسام المضادة، و 99% مع الحماية، و 100% حماية من الكوفيد 19 بأعراض عنيفة أو حرجة. يعني حتى لو جه لحد كوفيد 19 ف 100% من لو أصيب في حالة إصابة، وده مش كتير، هيكون في حماية 100% إن حالته هتكون بسيطة إن شاء الله. وقامت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد بجولة تفقدية داخل مستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، حيث شهدت تطعيم أول طبيب وممرض بلقاح سينوفارم الصيني، حيث أكد الطبيب الذي يعمل بالعناية المركزة أن اللقاح آمن وفعال. احنا كده كده معرضين للتعرض لكورونا بشكل عنيف في المستشفيات. توفر عقار آمن، ودول الخليج خدته، دول أجنبية، دولة زي الصين هي اللي موفراه، بتمنع دخول أي مواطن غريب عنها البلد إلا بعد إعطاء هذا العقار. فبالنسبة لي عقار آمن جدا. وانس إن أتيحت فرصة إن أنا أخذ العقار، فرصة كويسة. كل المستشفى هنا متوفر لها الجرعات، وكل حد وافق على العقار خده بشكل رسمي النهاردة. مجرد ما تتيح له الفرصة هو ياخد العقار أول بأول. يعني أنا مش شايف إن هو في فرصة تردد ليه. عبر الهاتف الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام البطن والمناعة بجامعة عين شمس. دكتور، بعد التحية، متى تعلن الدولة أنها تبدأ حملات التطعيم؟ وصل اللقاح ولكن الإعلان عن بدء الحملة بدأ الآن، لماذا؟
لم تكن اللقاحات متوفرة في الفترة السابقة، وبدأت دلوقتي الحقيقة وزارة الصحة للتعاقد على إحضار كميات كافية من اللقاح الصيني، وكمان تعاقدت على 40 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا من خلال جافي، وبالتالي أصبحت اللقاح متوفرة حاليا وبدأ التطعيم. وبالشكل ده الحقيقة الوزارة حطت قواعد إلى أنه أول ناس هتستخدم التطعيمات هي العاملين في المنظومة الصحية من أطباء وممرضين وعاملين، وخاصة في مستشفيات العزل والفرز، ثم الأشخاص اللي هم أكثر تضررا زي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. وده الحقيقة بيدي فرصة إلى أنه هؤلاء الأشخاص اللي هم أكثر تعرضا أنهم يبقى في حماية، وبالتالي ده يمنع عنهم الإصابة من خلال استخدام هذه اللقاحات. نعم دكتور، الدولة ترغب أو تحاول أن تبعث برسائل طمأنة، ما هي الإجراءات التي تعتمد بها أي دولة؟ لا أتحدث هنا عن مصر على وجه التحديد، حتى تختار ما بين لقاحات متعددة، ما هي الإجراءات الطبية؟ ده بيكون من خلال هيئة الدواء المصرية الحقيقة تفحص كل اللقاحات وبتشوف الأنسب، ومن خلال كمان ظروف التخزين المتاحة علشان تقدر تجيب اللقاح اللي هو الأفضل واللي يمكن استخدامه بدون يعني مشاكل في التخزين أو في النقل. وده الحقيقة متوفر في لقاح ساينوفارم، وكمان متوفر في لقاح أسترازينيكا أو اللقاح الإنجليزي يعني، وبالتالي حيكون في استخدام للقاحات دي في الفترة القادمة إن شاء الله. وتم فعلا عمل مكاتب لتقديم اللقاحات بيتم فيها تسجيل المواطنين لحاجتهم للقاح، إلى جانب أنه بيتم فعلا تسجيل بياناتهم، وهذا التسجيل هيكون كمان مرتبط بمنظومة التكافل وكرامة اللي تقدر توفر للناس الغير قادرين اللقاحات مجانا. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام البطنة والمناعة بجامعة عين شمس، شكرا لك إذ كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. تجاوزت الولايات المتحدة رسميا عتبة 25 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء انتشار هذا الوباء بعد بضعة أيام من تسلم الرئيس جو بايدن منصبه في الولايات المتحدة. وأحصت جامعة جونز هوبكنز المرجعية إصابة 25 مليون و3695 شخصا، وأشارت في بيانها إلى أن أكثر من 417 ألف شخص توفوا بكوفيد 19 في الولايات المتحدة. أما بريطانيا فقد سجلت اليوم أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 610 حالات وفاة خلال الساعات 24 الماضية. وأكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن الطريق لا يزال طويلا للغاية قبل أن تنخفض إصابات فيروس كورونا المستجد بما يكفي لرفع حالات الإغلاق المفروضة في بريطانيا. بدأ تأثير الإغلاق يظهر في خفض عدد حالات الإصابة بكورونا، ولكننا لازلنا بعيدين عن المعدلات المنخفضة، ويمكن ملاحظة الضغط على القطاع الصحي كل يوم، وتقوم هيئة الخدمات الصحية الوطنية بعمل مذهل في ظروف صعبة للغاية، لذا نحن واثقون من الإجراءات التي اتخذناها. المهم حقا هو أن يتبع الجميع تلك الإجراءات، والسبب في ذلك ليس فقط ارتفاع عدد الضحايا كل يوم، ولكن أيضا الضغط على القطاع الصحي بما في ذلك الأشخاص الذين يخرجون من المستشفيات أحياء لحسن الحظ، فإن الضغط يكون هائلا وله عواقب غير مباشرة على الأشخاص الذين يعانون من الأمراض الأخرى. بسبب التأخير في تسليم اللقاحات أعلنت دبي أنها ستعيد جدولة المواعيد الخاصة بتلقي السكان الجرعة الأولى من لقاح فايزر بايونتك المضاد لكورونا، بينما طلب الاتحاد الأوروبي شركات إنتاج اللقاحات بمزيد من الشفافية. من جهة أخرى وقعت أعمال نهب ومواجهات بين الشرطة ومتظاهرين محتجين على حظر التجوال في هولندا. بعد التأخير في تسليم اللقاحات طالب الاتحاد الأوروبي شركات أسترازينيكا وفايزر بالشفافية، بينما تظاهر الآلاف في البرازيل ضد طريقة معالجة الرئيس جيير بولسونارو لأزمة تفشي وباء كوفيد-19.
ومع تفاقم الوضع في أوروبا بسبب تأخر تسليم اللقاحات، دخلت قيود جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد حيز التنفيذ في فرنسا لتجنب إغلاق آخر على مستوى البلاد. وقررت الحكومة الفرنسية إجراء فحص للوافدين إلى البلاد من دول الاتحاد الأوروبي جواً أو بحراً، وتقديم نتيجة فحص أجري قبل 72 ساعة على الأكثر تثبت عدم إصابتهم بكورونا. وبسبب التأخير في تسليم اللقاحات، أعلنت دبي أنها ستعيد جدولة المواعيد الخاصة بتلقي السكان الجرعة الأولى من لقاح فايزر بايونتيك المضاد لكورونا. وكانت دبي بدأت حملة واسعة في شهر ديسمبر الماضي للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بعد موافقة الإمارات على استخدام لقاح سينوفارما الصيني ولقاح فايزر بايونتيك. وفي الهند تشهد حملة التطعيم الضخمة تأخراً مع عدم حضور ثلث الأشخاص في المواعيد المحددة بسبب مخاوف تتعلق بسلامة اللقاح والأخطاء التقنية المحيطة به والاعتقاد بأن الوباء على وشك الانتهاء. أما في هولندا فقد أضرم شبان احتجوا في الليلة الأولى من حظر التجوال بالبلاد النار في مركز لاختبارات فيروس كورونا، وألقوا ألعاب نارية على الشرطة في قرية أورك الهولندية. هذا وبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم أكثر من 2,130,000 منذ ظهوره في الصين في ديسمبر من عام 2019، بينما تجاوز عدد الإصابات 99 مليونا. أعلنت الأمم المتحدة ومسؤولون يمنيون بدء مفاوضات جديدة بين جماعة الحوثي والحكومة اليمنية تتناول الإفراج عن 300 أسير، من بينهم مسؤولون بارزون، من بينهم شقيق الرئيس اليمني الحالي عبد الرب منصور هادي. يأتي الاجتماع الذي يستضيفه الأردن بعد أيام من تصنيف الولايات المتحدة الحوثيين المتحالفين مع إيران تنظيما إرهابيا أجنبيا، في خطوة حذرت الأمم المتحدة من أنها قد تقوض جهود السلام وتفاقم الأزمة الإنسانية داخل اليمن. قالت حكومة تركيا وأذربيجان في وسائل إعلام رسمية أن أنقرة تسعى اليوم إلى إنقاذ ناجين من أفراد طاقم سفينة حاويات هاجمها قراصنة قبالة ساحل نيجيريا في إفريقيا. وظل ثلاثة من الطاقم على متن السفينة التركية موزارت بعد الهجوم عليها في خليج غينيا، وهي الآن تبحر في اتجاه ساحل الجابون. وذكرت السلطات التركية أن القراصنة قتلوا أحد أفراد الطاقم وهو من أذربيجان، وخطفوا 15 آخرين كلهم من تركيا من إجمالي طاقم السفينة الذي يضم 19 شخصا. أعلنت السلطات الإندونيسية احتجاز ناقلتي نفط إيرانية وبنامية يشتبه في قيامهما بتهريب النفط في مياهها الإقليمية. وقال المتحدث باسم وكالة الأمن البحري الإندونيسية إن الناقلتين تم احتجازهما في المياه قبالة مقاطعة كاليمنتان الغربية في إندونيسيا، وأشار إلى أن الناقلتين يشتبه في ارتكابهما مجموعة متنوعة من الانتهاكات، بما في ذلك عدم رفع الأعلام الوطنية، إغلاق أنظمة التعرف الآلي بهما، والرسو بشكل غير قانوني، إضافة إلى نقل الوقود بشكل غير قانوني بين السفن، إضافة إلى تسريب النفط. اتهم الكرملين اليوم الولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا بعدما نشرت سفارتها في موسكو تحذيرا للرعايا الأمريكيين من التوجه إلى أماكن التظاهرات في البلاد. وخلال هذه الاحتجاجات التي عمت روسيا دعما للمعارض أليكسي نافاليني، تم اعتقال أكثر من 3,300 متظاهر في وقت تحقق فيه السلطات في احتمال استخدام أجهزة إنفاذ القانون العنف أثناء تفريق المحتجين. كانت الولايات المتحدة، كندا وفرنسا قد دعوا السلطات الروسية إلى إطلاق سراح المحتجين الذين تم احتجازهم في أنحاء متفرقة من روسيا. بقونا مع حضراتكم ونتابع في هذه القراءة الإخبارية بعد حين. البرتغاليون يختارون رئيسا للبلاد في ظل الإغلاق المفروض بسبب جائحة كورونا. والآن وقفة وقراءة في أخبار المال والأعمال مع آلاء حامد، هي في انتظاركم. تفضلي آلاء. شكرا تامر، واهلا بكم مشاهدينا الى هذه الجوله في اخبار المال والاعمال، اخبار الاقتصاد وابرز ما فيها. البنك الزراعي يطلق مبادره لتسويه ديون 328,000 من العملاء المتعثرين بقيمه تصل لنحو 6,300,000,000 جنيه.
عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد بحضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وعدد من المسؤولين. وخلال الاجتماع استعرض محافظ بورسعيد عادل غضبان تطور الأعمال وحجم الاستثمارات القائمة في المنطقة الصناعية، موضحا أن المنطقة تضم 300 مصنع منتج، مضيفا أن المنطقة تشمل العديد من الصناعات بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 14 مليار جنيه، وتوفر فرص عمل لنحو 23 ألف عامل من أبناء المحافظة. كما أشار المحافظ إلى أنه يجرى تخطيط لإقامة مصانع للشباب، مؤكدا أن المنطقة الصناعية تضم 112 مصنعا تعد من مشروعات الشباب الداعمة لهم باستثمارات تصل إلى 317 مليون جنيه. أطلق البنك الزراعي المصري مبادرة لتسوية ديون العملاء المتعثرين بالبنك، وتتيح تسوية كاملة لمحفظة القروض المتعثرة التي تبلغ نحو 6 مليارات و300 مليون جنيه، ليستفيد منها 328 ألف عميل. وأكد البنك أن إطلاق المبادرة جاء بهدف دعم القطاع الزراعي في مصر ومئات الآلاف من صغار المزارعين، وكذلك تمكين العملاء المتعثرين بالقطاع من التعامل مجددا مع القطاع المصرفي وإعادتهم للعمل والإنتاج، بما يساهم في توفير فرص أكبر للكسب وخلق فرص للعمل. وتتضمن محفظة الديون المتعثرة 3 مليارات و900 مليون جنيه من إجمالي أصل مديونيات، ونحو مليارين و400 مليون جنيه إجمالي عوائد متراكمة. أفاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بأن معدل التضخم خلال 2020 سجل أفضل مستوى منذ 15 عاما بالرغم من أزمة كورونا، وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي. ونشر المركز رسما توضيحيا بأن الحكومة نجحت في السيطرة على أسعار الغذاء، مما خفض المعدل السنوي للتضخم لأفضل قراءة منذ عام 2006. وذكر المركز الإعلامي أن السياسات الاقتصادية الفاعلة ساهمت في تحقيق مستهدفات البنك المركزي لمعدل التضخم بمتوسط 5% خلال 2020، مشيرا إلى أن معدلات التضخم خلال العام جاءت أقل من توقعات المؤسسات الدولية. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع حرص مصر على تنمية العلاقات التجارية بين دول المنطقة العربية. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الندوة الافتراضية التي نظمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول دور المرحلة الثانية من مبادرة المساعدة من أجل التجارة في الدول العربية في احتواء الآثار السلبية لجائحة كورونا على التجارة في المنطقة العربية. وأشارت الوزيرة إلى أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات التمويل العربية في تبني مبادرات لتنفيذ مشروعات تنموية تعزز من العمل العربي المشترك. وقعت وزارة التضامن الاجتماعي وثيقة مشروع تشغيل الشباب في مصر التمكين الاقتصادي، وذلك في إطار برنامج فرصة بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية. وتهدف الوثيقة إلى توفير فرص عمل لأبناء الأسر الأولى بالرعاية وكذلك المستفيدين من تكافل وكرامة. نتابع. بهدف توفير فرص عمل لأبناء الأسر الأولى بالرعاية وكذلك المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وقعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية بهدف توفير فرص عمل لشباب الأسر الأولى بالرعاية والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة. تركيزنا في هذا التعاون هو التمكين الاقتصادي وتأهيل القادرين على العمل. هناك أيضا شركاء معنا 50 جمعية أهلية، يعني من ضمن جهود شراكتنا فيها إن احنا نطور قدرات هذه الجمعيات في ريادة الأعمال حتى يتمكنوا تباعا من تمكين قدرات الشباب. أيضا يمتد هذا البروتوكول إلى تخصيص دور كبير لتمكين النساء في الريف. التركيز على المناطق الريفية هو توجه وزارة التضامن في الفترة الحالية. ممثلو منظمة العمل الدولية وسفارة النرويج في القاهرة شهدوا توقيع بروتوكول وأثنوا على الوضع الاقتصادي في مصر وما تحققه الدولة المصرية من إنجازات في ظل انتشار جائحة كورونا. الأوضاع في ظل جائحة كورونا أصبحت صعبة للغاية، وكل ما نحاول القيام به أصبح صعبا أيضا، ولكن لابد أن نستكمل العمل الذي بدأناه،
وخصوصا في المشروعات الاقتصادية والتنموية، وهو أيضا هدف وزارة التضامن الذي تسعى فيه وبقوة إلى خلق لمن هم أولى بالرعاية. ومن المخطط أنه سيتم إنشاء شبكة لتدريب وتوظيف الشباب في كل المحافظات، ومن المستهدف أن يتم توظيف 50,000 شاب خلال العام المقبل. عمر حمزة، النيل. وأخيرا، أعلن عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة بدأ اليوم الأحد وحتى يوم الخميس في تسليم 1392 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك في منطقة 800 فدان بمدينة 6 من أكتوبر الجديدة. وقال الوزير إنه تم مراعاة اتخاذ عدة إجراءات أثناء تسليم الوحدات لمستحقيها تجنبا لوجود أي جماعات، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين والمواطنين من الإصابة بفيروس كورونا. هنا مشاهدينا تنتهي أخبار الاقتصاد، ونعود مرة أخرى إلى تامر حنفي. إليك تامر. شكرا آلاء. ينتخب البرتغاليون رئيسا جديدا لبلادهم في ظل ظروف صحية معقدة استدعت فرض إغلاق جديد في بلادهم، ويعد الرئيس الحالي مارسيليو ريبلو دي سوزا الأوفر حظا للفوز بولاية ثانية. في خضمة أزمة فيروس كورونا في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، تجري البرتغال انتخابات رئاسية وسط توقعات بإحجام الكثير من الناخبين عن التصويت بسبب التزام مئات الآلاف بالحجر الصحي. إن الانتخابات نظمت بشكل جيد وتبدو آمنة بالنسبة لي. هناك الكثير من الموظفين الذين يوضحون لنا ما يجب القيام به، واللجان واسعة ولا يسمح سوى بدخول شخص واحد للاقتراع. ومن بين 7 مرشحين يعتبر الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا المنتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي الأوفر حظا للفوز بولاية ثانية مدتها 5 سنوات، لكن التكهنات تدور حول النتيجة التي سيحققها مرشح اليمين المتطرف أندري فنتورا، الذي قد يخلق مفاجأة بحلوله ثانيا في النتائج أمام النائبة الأوروبية السابقة الاشتراكية أنا جوميز. الناس يعرفون إنها عملية آمنة، إنها آمنة بالقدر الممكن وسط هذه الجائحة. لقد اتخذت الحكومة التدابير اللازمة لوضع أمان الناخبين موضع الأولوية. هذا عمل ديمقراطي سعى الكثيرون من أجله لسنوات، والدليل على ذلك مجيء المواطنين للتصويت حتى مع وجود تلك الجائحة. وبحسب آخر استطلاعات للرأي، يحظى دي سوزا بنسبة 58% على الأقل من نوايا التصويت، مقابل 15% للاشتراكية جوميزا، وأكثر من 10% بقليل للشعبوي اليميني أندري فنتورا. وللفوز يجب أن يحصل المرشح على أكثر من 50% من الأصوات. ويعد منصب رئيس الدولة شرفيا إلى حد كبير في البرتغال، فالسلطات التشريعية ملك للبرلمان والحكومة. وتشهد الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة قفزة كبيرة في إصابات كورونا منذ عيد الميلاد، وسجلت أعلى معدل إصابات ووفيات بالفيروس في العالم خلال 7 أيام بالنسبة لعدد السكان. تقونا مع حضراتكم ونتابع في هذه القراءة الإخبارية بعد حين. باكستانية في عمر الزهور تحترف رياضة الملاكمة التي تعد حكرا على الرجال، ابقوا معنا. والآن حامد قراءة أخبار الرياضة، تفضلي علاء. شكرا تامر، ومرة أخرى مشاهدينا أهلا بكم، ولكن هذه المرة إلى أخبار الرياضة وأبرز ما فيها. أتلتيكو مدريد يسعى لتعزيز صدارة الدوري الإسباني على حساب فالنسيا الليلة. الريف المصري في إطار شامل. أعلن عن بدء تدشين الحملة القومية للكوفيد 19. وزيرة الصحة تطلق الحملة القومية لتطعيم ضد كورونا والبدء بالأطقم الطبية في مستشفيات العزل. عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز عتبة 25 مليون شخص. نشكركم على هذه المتابعة، ملتقانا إخباريا على رأس الساعة القادمة. إلى هذا الحين وأبدا، نستودعكم الله.
الله.